في الجيش الروسي لا يكفي أن تتمتع الكلاب بحاسة قوية للشم، بل يجب أن تكون أيضا خبيرة في التكنولوجيا، كهذا الكلب الذي يأتي مجهزا بهاتف خلوي. هذا الكلب سيكون من رواد الحيوانات التي تستخدم تكنولوجيا الاتصالات. الهدف هو تمكين الجنود من العثور على متفجرات من مسافة آمنة. في هذا التمرين يرسل الجندي تعليمات للكلب عبر الهاتف بالتوجه إلى الحقيبة والتي تم وضع متفجرات فيها، ولكن هل سيعثر الكلب عليها؟ لقد عثر عليها. يذهب الكلب وتتوجه القوات إلى مكان المتفجرات. بإمكان الكلاب العثور على المتفجرات التي يصعب على الإنسان أو حتى التكنولوجيا المتطورة العثور عليها، وبمساعدتهم يمكننا الحلول دون وقوع عمليات إرهابية، ولكن تمرين الكلاب على استخدام الهواتف المحمولة يستغرق سنة. في هذه القاعدة هناك 70 كلبا يستخدمهم الجيش في حربه على الإرهاب، وبالإضافة إلى الهواتف المحمولة فإن الكلاب تستخدم أيضا لحمل كاميرات الفيديو، وذلك لتمكين الجنود من مراقبة الوضع من مسافة آمنة مستخدمين شاشات فيديو صغيرة. هذه هي طريقة جديدة لاستخدام التكنولوجيا المتطورة في الجيش الروسي.